قالوا الله هو مجد راه هو في التصويره على بيتين تفوفي كل شيء تفوفو والدار والدار كان الصن تبلكت وكانوا الطوارم وكان كل شيء وكان الفراخ وكان عندي كل شيء كان عندي ضوي عندي كل شيء دروك دابا راني ما عنديش خصني نطلب اللي شايب ليا نمشي ندير الصينية باش نلم باش نصايب وهما كانوا الفلوس تعطاتهم الفلوس بلا قياس باش يصايبوا المساكين ماشي يصايبوا العفاريت يصايبوا ذوك اللي لاباس عليهم ويخليوا المساكين اللي جاي يخليو نعماش وهذاك الشيء اللي خرج عليا ما خلاش نذكرو خليه من بعد الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم ويخليكم لينا ويخلي لي جلالة الملك ملك الفقراء ملك الضعفاء الله يحفظه ويحفظ لي وليداته وانت وانا راني شاهد الله يكثر خيركم الله يعطيكم ستر الدنيا وستر الاخره هاش اللي عطى الله هو هذا هاش اللي كاين وكاين كثار ولكن راه تعداو عندنا دوك الخدامه دوك الكبار ما الخدام ما عليهش مسكين تيقول ليه دير هاد الحاجه هي اللي خصو يدير. السلام عليكم بجلاه انا ساكن في الزريب سيدي احمد الزاويه فندق زوبيده رقم 74 هاد الناس هادو الشركه اللي صيفط سيدنا تبني لنا ديالنا الترميم وسميتو ها انتم كتشوفوا هادشي اللي دارو لنا ها انتم ها الكابينه هي دايرين لها الرف ها انتم انا ما سيدي كلشي تيبان لكم هاد الدرو شوفوا فين داروهم لنا في قاع الدار داروهم لنا وسط الدار كتحل الباب بالضربه بالضربه ما كتسد ها انتم اجي نعم سيدي تشوف هانتوما نعم سيدي هنا دخلنا هذا ما كاين لا فراقات لا والو ما كاين حتى شي حاجه واخ هانتوما نعم سيدي جاوا هاد الناس هادو هانتوما راه فارقين غير بالزيوفه كاين انا وكاين با هو بصير ما تيشوفش وكاين اختي الصغيره وكاين مرتي وكاين بنتي حنا كنا ساكنين في هاد الدار هادي هاد الناس جاو صوبوا هنايا على برا صوبوا ركبوا شرجموا الباب وهاد الجهات الاخرين ها هما راه سدوهم لنا قال لك ما بغينا نركبوهمش ها هما سدوهم لنا بالبريك راه ما داروا لنا لا مرتو بلا والو في دويرتي انا وهاد اليد ونهار زوجتو فرحت وملي جاو واحد السيد هو اللي تعدى عليا ما كاينلاش نذكرو لكم ماشي وخويت ومشيت كريت ب 16000 ريال وهي الناس اللي كيتعاوني كيعطوني باش نخلص الكران على ناس نهار العيان الدري ما خدامش يعني الا خدم شي حاجه هكا ولا هكا ولا ما عمرني نطين تيشير لينا هو اللي تيشير علينا الله يجازيكم بخير ويكثر خيركم راكم كتشوفوا حالي كي داير ماشي والله الا بالمرض ديالهم اللي تنضرب الانسولين ها هما بجودكم العماش شدوا لينا حقنا والله يعمل سيدي ربي يستر لكم والله يعمل سيدي ربي يعينكم وقت ما مشينا حنا طلبناهم كاع ما تيدوها فينا وكيبنيو لوحدين اخرين ويديروا لهم الفوق ويصبغوا لهم ويصايبوا لهم وحنايا اهملونا نعمس اهملونا حنا ناس مساكين الله يخلي لنا جلالة الملك هو اللي خرج هاد البركة للناس المساكين ماشي الناس اللي لاباس عليهم راه كاينين الناس اللي لاباس عليهم وبناوهم وجادوهم تجارات اخرين ماشي نعمس كاع هاديك الطوالة ولي عطيتي شي حاجة إلا عطيتي شي حاجة راه تيبنولكش ما عطيتي شي وتقول واش يعرفوك الدروج قلت لهم باش يسيبوهم ليا تما قال لي احنا ما غاديش نسيبوهم ليك تماش ولا هما اللي تيحكموا ليا في داري وهما اللي تيحكموا فيا قال لك اسمي ركبوا لي هذيك الدفه ركبوا لي شرجم وهنا ثلاثه الشرجم خلاهم هكاك وما داروا لي فرق فارقين هي بالخاميه انت شفتي نعماش هكا كنا دايرين القصب بعد لا الدري ولدي مسكين عنده واحد البنيه الله تجات عندي الله تجات مرضات ليه بهذا البرد انا هاني صابر فيه هاني صابر انا فيه نعمش واش نعمش يدير الله يجازيكم بخير واش دفيديكم الله يعمل شي يدير ربي يستر لكم